FM. الكلمة ليك. كما أنت أهلا وسهلا. وفي الحقيقة ما يسموش ضراب، يعني لا هو ضراب ولا هو يعني وضع أنت فوضى وكهفص، ما بدأ ببعض الاتصالات ثم تواصل إلى حد منع العمال لأنهم يدخلوا يخدموا، ثم أصبح ثم يعني انقطاع ليس إضراب يعني على العمل. احنا بالنسبة لنا احنا في الاتحاد العام للشغل ما عندناش إضراب، دينا العمال العودة للعمل، ديناهم لليقظة إذا ما يحاك على مؤسستهم العمومية اللي استاق اليوم في خطر، ونعرفوا للناس كل طامعة في حرب الطاقة ووضع الاستاق يسيل اللعاب قانون الطاقة الجديد. في نفس الوقت كان ثم عندنا اتفاق أمضي مع الوزارة المعنية ومع الإدارة العامة وتمكنا باش حققنا جملة من المطالب لصالح العمال، وإذا كان ثم مطالب متبقية أو مطالب جديدة فينظر فيها في الجولة القادمة اللي احنا نحضروا لها يعني في خلال أيام قليلة في المفاوضات الاجتماعية بجانبها الترتيبي والمالي بالنسبة لسنتين 2015 و2016. كاب اف ام الكلمة ليك.